طيب امبارح طبعا كان تابع الجميع مؤتمر حكايه وطن، وكان في رسائل عديده الحقيقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للمصريين في حكايه وطن. تعالوا كده نتكلم فيها شويه. اول رساله الرئيس قالها امبارح: ما تحقق من انجازات بفضلكم جميعا. الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا الحضور بمؤتمر حكايه وطن في الاول خالص للوقوف تحيه واحترام لمصر والمصريين، وقال حرفيا: استاذنكم نقف ليس حدادا، ولكن تحيه تقدير واحترام لبطل حقيقي هو مصر وشعبها. اضاف ايضا الرئيس خلال كلمته بمؤتمر حكايه وطن: دي وقفه تحيه وتقدير واحترام لكل المصريين، ونحييهم لو سمحتوا. قال كمان الرئيس ان ما تحقق من انجازات واصلاحات خلال السنوات الماضيه كان بفضل المصريين كلهم، واوضح انه ما كانش يتحقق هذا ابدا او ما نراه على ارض مصر خلال السنوات الاربعه اللي فاتوا الا بالمصريين، وتابع: ليس مجامله مني ولكن اقرار بالحقيقه. اضاف الرئيس السيسي ايضا ان الانجاز لم يتحقق بفرد وحده ولكن تحقق بشعب مصر كله، وتابع: ليس حكومة أو قيادة أو فرد، ولكن ما تم بالشعب كله. الناس شبعت من بعد الجوع وشربت من بعد العطش، وصبروا حتى الصبر عجز عن صبرهم. ده كان طبعا في البداية، لما حقيقة حاجة فعلا يعني تستحق الاحترام والتقدير إن رئيس الجمهورية يحيي الشعب في مؤتمر رسمي، فدي طبعا حاجة رائعة جدا. أثناء المؤتمر أيضا الرئيس قال: أقول لكل مصري بالداخل أو الخارج: ارفع راسك، صبرت لتبني وتعمر لأبنائك. هنا الرئيس كان بيتكلم على التنمية أو على البناء بكل جوانبه، يعني البناء كبناء إن احنا بنبني دولة من الأول، من أول وجديد، كانت بنيتها التحتية اهترقت بشكل كبير جدا، والبناء أيضا هو ذراع من أذرع محاربة الإرهاب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن رد الفعل اللي كان بيواجه أي إصلاح كان يوقفه حتى في عدد من الدول الشقيقة إلا المصريين، تمام. والحقيقة المصريين أعزوا بلدهم وشرفوها لما حسوا إن في خطر حواليها. وأضاف الرئيس إن أي مصري داخل البلاد أو خارجها لازم إن هو يفخر ويرفع راسه، وما يقولش أبدا إني صبرت وكنت بعاني وكنت بتبهدل، فإنك أنت صبرت عشان كنت بتبني وبتعمر وبتقدم لأبنائك وأحفادك وطن قوي، وطن يعني طبعا بيستعيد أمجاده مرة تانية. أضاف الرئيس السيسي أيضا أن الجندي المحارب ما بيحاربش وهو حزين. دي بقى النقطة اللي أنا عايزة أكلم حضراتكم فيها، أن الجندي اللي بيحارب في سيناء سواء من القوات المسلحة أو من الشرطة ما بيحاربش وهو متضايق، ما بيحاربش غصب عنه، ما بيحاربش وهو حزين، مع أنه متعرض أن هو ما بين لحظة والتانية أن هو يفقد حياته، بس بيكون سعيد جدا لأنه بيدافع عن أرضه وشرفه وعرضه. جهاد والحرب مش بس القتال، الجميع هنا بيقاتل. كل أم قدمت ابن، كل زوجة قدمت زوج، كل ابنة قدمت ابن، وكل أسرة خلتنا نحس، قدمت لنا شهيد حستنا أو حسستنا بالفخر الشديد في أي مجلس خارج مصر. وأقول لهم أن الحكاية مش حكاية قيادة وحكومة، بس حكاية شعب بالكامل مصمم أن هو يبني وطن وحضارة. ده معناه إيه؟ معناه أن على الجانب الآخر في عندنا جانبين للبناء والتنمية. الجانب اللي طبعا بنحارب فيه الإرهاب وبنحارب فيه أعداء الوطن في هذه الحرب الصريحة اللي بتحصل ما بين الإرهابيين وبتحصل ما بين القوات المسلحة وما بين الإرهابيين من جانب القوات المسلحة والشرطة المدنية من الجانب الآخر. الحرب التانية بقى اللي احنا شايفينها، الحرب اللي بتحصل على يعني مستوى التنمية، ان لازم نحاول ان احنا نحارب الفساد داخليا، زي ما شفنا طبعا ما فيش حد كبير على القانون، موظف الرقابة الإدارية بتقبض على موظف زي ما بتقبض على وزير زي ما بتقبض على محافظ، ما فيش حد فوق القانون، ده حرب ضد الإرهاب. بنحاول ان احنا نطور التعليم، دي حرب ضد الإرهاب. بنحاول ان احنا ننهض بالمنظومة الصحية، دي حرب. التأمين الصحي، دي حرب ضد الإرهاب. كل ده كان يعني الرئيس ان كل واحد بيعمل حاجة إيجابية ولو صغيرة قد كده في هذا الصدد هو بيحارب، ولا يقل أبدا عن أي جندي بيحارب ضد الإرهاب. طيب تعالوا نروح نشوف جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح ونرجع لكم مرة تانية. مشاهدينا ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا عايز أستأذنكم في إن احنا نقف، بس المرة دي مش هنقف وقفة حداد، لا، احنا هنقف عشان تحية تقدير واحترام.
البطل الحقيقي البطل ده هو مصر وشعبها، مصر وشعبها. اسمحوا لي ان احنا الوقفة دي وقفة تحية وتقدير واحترام لكل المصريين، لان هم ونحييهم لو سمحتم، نحييهم لو سمحتم. تفضلوا استريحوا. قبل ما ابدأ الكلمة، أنا فعلا عايز أقول لكم إن لم يكن ليتحقق ما تحقق خلال الثلاث سنين ونص أو الأربع سنين اللي احنا بنتكلم عليهم إلا، والكلام ده مش إطراء أو مجاملة مني، لكن هو إقرار بحقيقة، لأن ما كانش ممكن أبدا يتحقق ما تحقق إلا بيكم، بالمصريين، بشعب مصر. هو حد يتصور إن إذا كان في إنجاز تحقق في حد يقدر يقول إنه حققه لوحده؟ لا، كل مواطن في مصر موجود هنا أو مش موجود، الحكاية مش حكاية لا حكومة ولا قيادة، ده حكاية ناس، ناس شبعت من الجوع وشربت من العطش، ناس فضلت تصبر حتى الصبر عاجز او جاهد الصبر، ان ايه الصبر ده؟ وانا بقول لكم الكلام ده كلكم عشان انتم اللي بيسمعني دلوقتي يعرف ان احنا مرة تانية لم يكن يتحقق ما تحقق الا بيكم. وانتم حتى شايفين ان اي حد كان بيحاول يعمل إصلاح كان دايما بيبقى رد الفعل، يعني حتى دلوقتي انتوا بتشوفوا في لينا أشقاء في دول كتير بتشوفوا رد الفعل في أي دولة في العالم إلا انتوا، إلا انتوا. وعشان كده عايز أقول لكم انتم يعني أكرمتوا مصر وشرفتوا مصر وعزيتوا مصر، وقسما بالله أنا صادق في كلمة، في كل كلمة بقولها لكم. فأي مصري موجود في مصر ولا حتى خارج مصر ارفع راسك، اوعى تقول أبدا، اوعى تقول ابدا ان انا صبرت وكنت بعاني. لا، انت ما كنتش بتعاني، انت كنت بتبني وبتعمر وبتعمل لابنائك وابناء ابنائك، واللي بيعمل كده عمره ابدا ما يحس انه كان بيعاني او بيتالم، بالعكس هو الجندي اللي بيحارب بيقول أنا رايح أحارب وزعلان، ولا بيقول أنا بحارب وفرحان إنه بيدافع عن وطنه وعن بلده وعن عرضه؟ ده بيبقى فرحان. اوعى تفتكروا إن الجهاد والحرب فقط كانت هي القتال، أنتم قتلتم كل أم قدمت ابن، كل زوجة قدمت زوج، كل ابنة قدمت أب، ثم كمان كل أسرة كانت مش هقول بتعاني، ما يصحش
ما يصحش اقول ان انتم كنتوا بتعانوا، ما يصحش، لان اللي اتعمل عظيم قوي، عظيم. وربنا سبحانه وتعالى يساعدكم زي انتم ما ساعدتم انفسكم، ويكرمكم زي ما انتم اكرمتم انفسكم. وبالنسبه لي انا بقى على المستوى الشخصي، انا بشعر بفخر شديد وانا قاعد في اي مجلس من المجالس اللي بلتقي بيها مع ضيوف من خارج مصر، وبقول لهم اوعوا تفتكروا ان الحكايه حكايتنا، حكايتي انا او حكايه قياده وحكومه، دي الحكايه حكايه شعب مصمم على انه يعمل مستقبل ويعمل نمو ويعمل تقدم ويعمل حضاره ومصر على ذلك. فالشرف كل الشرف، والكرامه كل الكرامه، والفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم ليكم انتم. احنا الكلمة هتبقى طويلة شوية، وارجو ان انتم من فضلكم تسمعوها يعني وتستحملوا الاطالة ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، ابناء شعب مصر العظيم، نجتمع هنا اليوم ونحن على مشارف انتهاء فترة رئاسية أو فترة تكليفكم لي بمهمة قيادة هذا الوطن العزيز، أو كما اعتبرتها مهمة إنقاذ وطن والحفاظ على حاضره ومستقبله. خدناها سويا وسط أجواء عاتية تعصف بالإقليم ودوامة من سقوط وانهيار لدول المنطقة، وأخطار جسيمة تحيط بالوطن في كافة الاتجاهات. وقبل أن نستعرض سويا ما حققناه وما أنجزناه، فإنه من المحتم علينا أن نستعرض ما كان من تحديات تواجهنا، فلكي نمتلك القدرة على رسم خارطة المستقبل، فإنه من الواجب علينا أن نستخلص الدروس والعبر من الماضي، ونقيم الواقع على أساس من الموضوعية والتجرد. ولذلك فإنني أجد أنه من الواجب علي أن أتقدم إليكم بكشف حساب فترتي الرئاسية في كل مجالات العمل الوطني، من خلال جلسات للنقاش والحوار وتبادل الرؤى تتسم بالشفافية والمصارحة، نستعرض خلالها التفاصيل والبيانات في إطار عرض للأرقام والحقائق المجردة وتحليلها على أساس علمي وفني. سنروي سويا حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز، كيف كنا، كيف أصبحنا، وستكون الرواية رواية الصدق، الصدق وحده ولا شيء سواه. وأقول لكم الحق، إن ما أنجزته الأمة المصرية العريقة على مدار الفترة السابقة إنما هو ثمرة لحلم صاغه هذا الشعب العظيم بعزيمة وتحدي، منذ أن قرر أن يثور على من حاول سلب آماله وتطلعاته واختطاف وطنه وسرقة هويته. فكانت حكاية وطن هي إرادة وإصرار، هي إرادة وإصرار أمة. إنها رواية شعب عظيم استطاع في 4 سنوات بتماسكه وتلاحمه ووحدته أن يقف صامدا متحديا التحدي ذاته، واجتاز بقوته وصلابته أعتى المخاطر. وقصة شعب عظيم رفض أن يخضع لغير إرادته الحرة، أو أن يرضخ إلى مصير تأباه عزته وكرامته وشموخه. أبناء الشعب المصري العظيم، لقد استطاع المصريين بوعيهم العميق وبصيرتهم النافذة أن ينقذوا بلادهم من مسار مظلم تحيطه نظر اقتتال داخلي ومؤامرة
تسعى لتفكيك دعائم الدولة وإفشالها وإنهاك مؤسساتها. وقبل ما أختم كلامي، أنا بشكركم على حسن الاستماع، ولكل المصريين اللي بيسمعوني لكم كل الشكر والتقدير والتحية. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مؤتمر حكاية وطن للتعليق. معنا على الهاتف الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير فيتو. صباح الخير يا أستاذ عصام. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. طيب خلينا نتكلم من الأول كده في فندم البداية، يعني المؤتمر كان بمثابة كشف حساب للفترة اللي فاتت، ودي طبعا حاجة لم يعتادها المصريين، بالإضافة إلى تقدير كبير من رئيس الجمهورية للشعب المصري. مرورا طبعا خلينا يعني لو اتكلمنا في الأول خطوات نحو دولة المؤسسات الحقيقية من استحقاقات زي الدستور، زي انتخابات الرئاسة، زي البرلمان، كلها لها معاني كثيرة، فكيف تقرأ هذا المشهد؟ اتفضل أستاذ عصام. يعني بعيدا عن التفاصيل التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كشف حسابي، فأنا أتصور أن ونحن مقبلون الآن على احتفالات مصر بعيد ثورة يناير، أتصور أن كشف الحساب في حد ذاته مجرد أن يقف رئيس الدولة وهو يقدم للشعب المصري ويفخر بهذا الشعب الذي وقف إلى جانب بلاده وتحمل الصعاب في الفترة الماضية. مجرد كشف الحساب الذي يقدمه الرئيس هو أحد ثمار ثورة يناير، لأنه للأسف الشديد احنا ملاحظين في الفترة الأخيرة البعض يهاجم ثورة يناير، ووقوف الرئيس أمس أمام شعبه وهو يقدم له هذا الكشف أتصور أنه أحد أهم ثمار ثورة يناير زي ما حضرتك طرحت في بداية التساؤل حضرتك. تمام. أيضا إشارة الرئيس إلى أن القائد وحده لا يستطيع أن يحقق ما تحقق، وأن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في هذه الإنجازات التي تحققت وطرحها خلال هذا المؤتمر المهم. الإشارة الثالثة في كشف الحساب هي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط إشاراته المتعددة حول فكرة المؤامرة التي تحيط بمصر هو أيضا يراهن ولا يزال يراهن على عناصر في المجتمع المصري، منها الإشارات الواضحة للمرأة المصرية التي يعني هي في كل بيت، هي التي تحملت المعاناة في الفترة السابقة وسوف تتحمل في الفترة القادمة من أجل وطنها. تمام. كل هذه الإشارات أنا بتصور أنها ثمار مهمة جدا جدا من ثورة يناير، ونحن مقبلون على الاحتفال. طيب دلوقتي فندم كمان كان في إشارات عديدة، و يعني الحقيقة الرئيس اتكلم على قصة التنمية وقال إن التنمية والبناء يعني كل من ينمي وكل من يبني وكل من يشعر بأنه مسؤول عن هذا الوطن لا يقل وطنية عن أي جندي بيحارب الإرهاب. هنا احنا عندنا جزئين لازم يمشوا بالتوازي مع بعض، لأن فندم في ناس كتير كانت بتقول لا يا إما كده يا إما كده، يعني بعض المحللين كانوا بيقولوا لا حرب الإرهاب، الحرب الصريحة للإرهاب ما تمشيش، أو لازم الحرب دي تكون الأول قبل البناء والتنمية. فسيادتك رأيك إيه في الموضوع ده؟ وطبعا يعني كتير لفترات طويلة وخاصة في حربنا الأولى في ضد الإرهاب، عندما يعني خضت مصر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حربا ضروسا نيابة عن العالم كله، كانت هناك عواصم أوروبية تستقبل الإرهابيين وربما يعني تدعمهم، يعني وحتى الآن للأسف الشديد لا تزال هناك عواصم أوروبية وعواصم عربية متورطة حتى في نقل الإرهابيين من الإرهابيين الهاربين من سوريا ومن العراق إلى مناطق قريبة منا أو على حدودنا الأخرى في ليبيا على سبيل المثال. والتقارير ربما التقارير الصحفية والتقارير المخابراتية أثبتت أن العواصم رسميا تورطت في هذا الأمر. بعض الناس بيقولوا أنه في حربنا الأولى ضد الإرهاب لم تتعطل التنمية، وده كان مهم جدا لأنه الخبراء الأمنيين يرون أن الإطار الأمني في محاربة الإرهاب هو إطار وحيد وحده يكون إطار يتيم، لا يستطيع وحده أن يواجه الإرهاب، لأنه
في أي مكان في الدنيا تشهد عمليات تنموية على طول يتوقف الإرهاب، لأنه الإرهاب بيستغل مناطق الفراغ التي تتركها الدولة. أيوة. مناطق الفراغ التي تتركها الدولة، على سبيل المثال في سيناء على مدار تاريخها الماضي كانت للأسف الشديد مساحة خالية من الوجود الحقيقي للدولة المصرية. وعشان كده أنا بقول أنه من أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروعات الأنفاق، لأن هذا الشريان الحياتي سينقل الدلتا إلى سيناء وسينقل سيناء إلى الدلتا مرة أخرى. لن تكون، وأنا أعرف أن هناك مشروعات أخرى ربما لم يعلن عنها الرئيس في سيناء، في قلب سيناء، ستجعل هذه المنطقة لا تتسم بهذا الفراغ الموحش، هذا الفراغ المرعب الذي جعل الإرهابيين يجدون فيها أرضا خصبة يستطيعون من خلالها أن يتحركوا لتهديد الأمن القومي المصري. تمام. وبالتالي عملية التنمية زي ما حكي أشرتي أنا بتصور أنها يعني الجزء الأهم في محاربة الإرهاب. في أي مكان في الدنيا تكون هناك عمليات تنمية، يكون فيها يعني لا يكون هناك فراغ يحاصر الشباب، أتصور أن هذه هي المعركة الحقيقية وليست معركة السلاح. طيب دلوقتي فندم انتقل أخيرا إلى بس نقطة تانية، وهي نقطة يعني اقتصادية. احنا دلوقتي كنا بنتكلم على الموظفين والمرتبات، ورئيس اشار الى الكلام ده. هو الحقيقة قدم كشف حساب بمشروعات وبخطط وبكل اللي حصل فعلا يعني بتفاصيل في الاربع سنين اللي فاتوا. النقطة هنا فندم احنا علينا ايه؟ يعني انا لما اعرف ان احنا بنقترض تقريبا 200 من 80 مليار إلى 230 مليار علشان الوظائف والمرتبات والكلام ده، المفروض يا فندم احنا بقى نغير استراتيجية. احنا بنتكلم احنا بقى يعني كشعب وكحكومة، نغير بقى استراتيجية الشغل شوية، نغير استراتيجيتنا في العمل، نتجه أكثر إلى العمل الخاص والعمل الفني، يعني أقصد الصناعات أكثر من كده، يعني يبقى عندنا تنمية داخلية أكثر من كده. مش المفروض ان احنا هنرد على ده بده؟ أنا أعتقد أنه في المرحلة القادمة في الولاية الثانية إذا ما فاز الرئيس السيسي لابد أن يطرح الفكرة الجديدة. يعني نحن في الفترة الماضية ربما بنينا في الحجر، وأنا أتصور أن الفترة القادمة يجب أن تبني في البشر، بمعنى أيوة. أن تكون المشروعات القادمة هي يعني لو إحنا في النظرة السريعة كده إلى كم المشروعات التي طرحها الرئيس في كشف حسابه، سنرى ملامح عامة لهذه المشروعات كانت مرتبطة بمشروعات بنية أساسية. في بعض الأزمات خبراء بيروا أنه البناء والمشروعات اللي هي مشروعات البنية الأساسية بتحرك القطاع الاقتصادي بشكل أسرع وتحافظ على توازن البلد. لكن لو بصينا إلى المشروعات الإنتاجية زي مثلا مشروع الثروة السمكية، هنكتشف أن هذا المشروع من أهم المشروعات أيضا. ليه؟ لأنه ده بيجاوب على النقطة اللي حضرتك بتثيريها الآن. الإنتاج هو الحل الحقيقي، بمعنى أنه الفترة القادمة لابد أن تشهد عمليات بناء في الصناعات، في الزراعة كما أشار الرئيس، في العملية الإنتاجية، لأن ده هو اللي هيعمل التوازن، هو اللي هيخليك لا تقترض يعني بالظبط. وبعدين كل محافظة يا فندم، كل محافظة متميزة بحاجة، إذا استغلنا يعني طاقتنا البشرية في كل محافظة في حاجة واحدة بس، مش هنحتاج إن احنا نقترض. يعني مشروع من غير ما ناس تشغله ايه فايدته؟ انا بالظبط يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. الازمه في مصر ليست ازمه امكانيات، وانما هي على مدار السنوات الطويله الماضيه كانت ازمه رؤيه حقيقيه لامكانيات هذا البلد، بمعنى انه ممكن في خلال اربع سنوات او خمس سنوات اذا ما ركزنا على المشروعات الانتاجيه نتحول مباشرة إلى منطقة آمنة جدا بين الدول المتقدمة وبين يعني النمور الآسيوية. لم تقفز هذه القفزات لأن لديها إمكانيات وموارد طبيعية، وإنما هي اشتغلت ببساطة شديدة على الموارد البشرية وتنمية الموارد البشرية والتعليم على سبيل المثال. لابد أن الفترة القادمة هو المشروع القومي الذي يجب أن يلتف حوله المصريون هو مشروع التعليم، لأن ده اللي هتبني من خلاله مصر القادمة. ده اللي هيخلي عندك دعائم من الموارد البشرية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الجديدة، قادرة على التعامل مع الأسواق الجديدة، قادرة على التنافس. إذا لم نتحرك في هذا الملف سيبقى بناء في حجر دون بشر.
تمام. ولذلك هتلاحظ انه يمكن شويه اشارات الرئيس للمشروعات القادمه فيها شويه سمه الانتاج، يعني في زراعه، في مشروعات صناعيه، في الفتره الشهور الثلاثه الماضيه بدا يطرح مره اخرى ملف المصانع المغلقه. أيوة. على فكره لدينا في مصر، وانا اعرف عدد كبير منهم رجال اعمال وطنيين ولديهم مشروعات كبيره جدا. هذه المشروعات يعني بالامس فقط كنا نتحدث مع احد رجال اعمال لديه مشروع وحيد يشتغل فيه ربع مليون مواطن مصري في مشروع وحيد. انا عايز يعني اشجع الكلام ده يا فندم، واقف جنبه بايه؟ بان انا اهتم اكتر بالتعليم الفني عشان الناس تطلع، ما اقولش انا عندي العماله مش مدربه، اهتم اكتر ان انا اخلي قطاعات زي الكهرباء والمسؤولين على الاراضي ان هم يسهلوا لهم في ايجارات الاراضي وما يحاسبوهمش الكهرباء عشان ما يتعثروش. اللي حضرتك بتقوليه ده مهم جدا، يعني فكره البنيه القانونيه المرتبطه بعمليات الاستثمار لا زالت حتى الان للاسف حبر على ورق. اي بالظبط، لا زال هناك معاناه شديده جدا وبنسمعها من القطاع الخاص القادم من الخارج، يعني رجال اعمال الاجانب اللي جايين يستثمروا عندهم مشاكل. رجال الاعمال المصريين بيعانوا ايضا من مشكلات كثيره جدا. نحن بحاجه الى فكره الجرأه الاداريه، فكره ان يكون المسؤول لديه جرأه اداريه في اداره هذه المعركه وما يخافش، لانه فكره الخوف من السجن والرقابة الشديدة زيادة عن اللزوم لا تمنع الفساد. الذي يمنع الفساد هو أن تكون هذه القوانين واضحة، أن تكون ومطبقة، قانونية مشجعة ومطبقة وعادلة، يعني عادلة بين الجميع، لأنه كل الدول بتنافس بعضها بما تستطيع أن تطرحه من أجل أن يكون المستثمر مستريح مطمئن على أعماله، قادر على أنه ينمي ويطور أعماله في البلد الذي يستثمر فيه. المنطقة دي للأسف الشديد لازالت حتى الآن لدينا فيها العديد من المشاكل، وأنا أتصور أن الفترة القادمة لابد أن تشهد ثورة إدارية في هذا الملف. بالضبط. غير فكرة الشباك الواحد وغير هذه الأفكار، لابد أن يكون على الأرض على الطبيعة. موظف المحليات ده لابد أن ينتهي دوره تماما، لابد أن تختفي المحليات من مصر، لأنه لا زالت حتى الآن للأسف الشديد توقف كل محاولة. وبعدين كذا جهة، يعني كذا جهة، فالمستثمر أو أي حد سواء مصري أو غير مصري بيقعد يلف على جهات كتيرة، فبيبقى بيتوه، ما بيبقاش عارف يروح فين ولا فين. يا فندم، حتى فكرة التقاضي نفسها، فكرة التقاضي بالنسبة للمستثمرين، إحنا لسه يعني من يومين يعني عالم رجال أعمال بيتحدث عن احد رجال الاعمال، يعني حصل خلاف بينه وبين يعني احدى المحافظات، قعد سنتين وشهرين لولا تدخل لجنه فض المنازعات الوزاريه كان زمانه لسه في القضاء. يعني هذا الرجل اموالي وده مثال واحد وما اكثر، يعني هذه الامثله كثيره جداً فعلا. تمام، هذا صحيح. انا بشكرك جدا استاذ عصام على هذا التحليل وهذه المداخله. استاذ عصام كامل، رئيس تحرير جريده فيتو، شكرا، بصبح لحضرتك مره ثانيه. ده كان مشاهدينا ملخص ما جرى بالامس في مؤتمر حكايه وطن، كما تابعنا بالامس مع حضراتكم.